فيديو الثالثة الخوت اليوم 22/10/2023 يوم الحد. كما كتشوفوني راه بعد ما صورت لكم داخل الورش ديال الشركة ديال أليك، تبارك الله عليهم وعلى العمال ديالهم. إن شاء الله حتى هما غادي يساهموا في المياه ديال مدينة أكادير، أنهم شادين واحد المحور الطرقي هام، ماشي هام، أهم محور طرقي في المدينة، هو الطريق السريع الحضري اللي معروف عند الناس ديال أكادير بطريق مراكش. أنا كنتواجد في السبيطار الحسن الثاني. إليخ هي هادي الطريق الخوت، فيت أتونسيون، راه الطريق راه ضيقت. علاش؟ لأن كاين ورش على يديكم اليسر، الناس اللي جايين من مرسى كاين الورش، تابعو مزيان. لا بالنسبة للسائقين ديال السيارات ولا الدراجات النارية، ومن هذا المنطلق من هذا المنبر كنطالبو من الناس المسؤولين اللي هما البوليس. هما كما كتشوفو معايا هنا، راه حتى هنا غادي نجي نصور لكم إن شاء الله. كنطالبو من البوليس أنهم يديرو حملة على أصحاب المماطر، راه غالبية هاد المماطر ما عندهم لا أوراق لا والو، وغالبية هاد المماطر كيديرو الصداع ما كيلبسوش لي كاسك. الله يرحم ليكم الوالدين. هاد الطلب هذا استجبوا لينا ليه. انا الان كنتواجد بشارع محمد الشيخ السعدي، راه شارع مهم في مدينة أكادير، وبالضبط هنا كاين المركز ديال الاستياف ديال الناس ديال لوينه، سونتر دو فاكونس اللي كيتسمى فيل دو ليكتريسيان، قرية الكهربائي. هادي لالا مريم من أقدم الثانويات مدينة أكادير، ثانويات لالا مريم. هاد الشيخ السعدي هذا ما عاودوش، ما عرفتش علاش ما عاودوش. نورمالمون غادي تعاود، غادي تعاود، لأن إلا كان برنامج التهيئة الحضرية ما عاودوش نورمالمون برنامج عمل الجماعة، غادي غيخصو أنه يعاودو. شكون هادو؟ الله أكبر، أخا الله أكبر، خصك ما تضوبليش، ما عندوش الحق يضوبلي. باقي هادوك سميتهم اللي كيضوبليو، اللي كنعرف اللي كيضوبليو هو لابيلونس والمخزن، هادوك من حقهم أنهم يضوبليو. بالنسبة للجو اليوم راه مخير ديال الشتا، ما كرهناش كما قلت لكم أنا في الفيديو السابق، 4 شهور ولا 5 شهور ديال الشتا. تعزيزات أمنية عامة، تحية للأمن الوطني، تحية للدرك الملكي والعسكر والقوات المساعدة. بالنسبة اليوم تقدر تكون شتاء، المهم دايرين هنا في لي بريفيزيون ميتيورولوجيك دابا هادي 16/27 24 دايرين الخمسة، تقدر تكون الشتاء ب 70%، 46%، 47%. بالنسبة لغدا دوما لوراج عواصف، الشتاء غادي تكون 100% ان شاء الله، لان دايرين هنا 90%، اذا ان شاء الله غادي تكون الشتاء ان شاء الله وبحول الله. وحنا كنتمنوا ان الشتاء تبقى في مدينة أكادير. الطاكسيات هادو عزيز عليهم يتسابقوا مع بنادم، الله يهديهم. اجوردوي ولاندي، لاندي هو غدا، مرضي دايرين الشمس، ميركوردي الشمس. المهم حنا راه باقيين في شارع الشيخ السعدي، وهذا هذا راه شارع مهم، فيه مختبر ديال لي زاناليز، فيه بارا فارماسي، فيه الاطباء، في جوج المختبر ديال لي زاناليز، هو هذا هو الاخر، وفيه شي من صحة اخرى ديال الولادة، صحة جيان ديال الولادة والنساء والامراض النساء. فاش كنقطع الخوط عرف راه كاين الحفاري، كاين الحفاري وكاين دوك الدودانات اللي ما دودانات ما والو، ما عرفتش انا شكون اللي اسمو مهندس كيقول لهم قادو الدودانات. الدودانات انا اللي بان ليا مزيان لحد الان هي اللي قادات أليك، داك الشارع الحمراء اللي هو شارع عبد الرحيم بوعبيد، هذوك هما اللي مزيانين، راه قاداتهم حتى هنا في طربرس. ما هادو راه كطلع وكتهبط، هاني غنحبس تاني. جماعة الحضارية لانكس راه يلاه دزت عليها دابا على يدي اليسار.
ماتش الوداد. الوداد الخطره هو احسن فريق في المغرب ناحيه الالقاب باش نكونوا صراحه. ما كاينش ما احسن منه. يا شتي غير هضرنا عليهم. ما يلاه قدتهم عليك راه مال شتوهم اول مره غندوز منهم راه غيكونوا يلاه قدهم شي نهار ولا يومين. مال مشروع مهم هنا راه كنصورتو لكم بصحه النهار. بصحه النهار هنا في حشاش حتى هو مشروع مهم حتى هو ما عرفتش كيتسناو يكملوه راه حتى هو راه تعطلوا فيه. قادر سبحان الله نهار الحد كتكون خاويه كلشي كيتكب على داك سوق الحد. انا صراحه ما تنمشيش سوق الحد ما عنديش انا مع داك الزحام زحام مع بنات من صغري ما تنمشيش ليه. بسم الله عاد شتري عاد تعاود صراحه في العهد ديال العداله والتنميه. ان شاء الله قادر بغينا نشوفوها مزيانه من هنا لقدام. حنا دابا راه كنتقاتلوا على ود ولادنا وغيبقى هذا المشكل ديال النظافه بحال هذا البراكس وهذا الشيء راه ما خصوش يبقى. الناس دابا ما بقاوش كيديروا البراكس ولاو كيديروا داك الشيء تحت الارض. هذا الشيء راه كيخنز عباد الله. حنا راه عندنا دابا واحد المشكل في الدرب ما عرفنا كي غنديروا. واش نقول لهم حيدوا البركاسات حيدوهم وحلا خلاهم وحلا. والله العظيم حيدوهم وحلا خلاهم وحلا. بي ام سي زرقت مراكش هذا راه بدلو ليها السميه داروا فيها السميه ديال احمد اخنوش با تخنوش ولكن الناس ديال كادير كلهم تيقولوا ليها بحال داك بحال ديك القضيه ديال لي زاميكار قال عدلوا التلميذ قال لك اسيدي حي الصفا. والله ما كيمرقوا هذا هو حي الصفا. انا ودي حي الصفا شو قال لكم حي الصفا زاميكار هذاك. من نهار عقلنا حلينا عينينا في لي زاميكار جينا ليها في الثمانينات وكاين اللي جا قبل منا في السبعينات راه لقاو تما وداديات حي الموظفين لي زاميكار ديال فونكسيونير معروفة هي بلي زاميكا. غندوزو دابا على حديقة لالا مريم. شتي يا قادير كي خاوية تقول واش مكاينش بنادم تقول واش لابوكاليبس. شتي هاد سميتو هاد الدوطانات اللي دارو هنا في شكال زوينين هاد مخيرين كاع مكتحس بسميتو. هاي حديقة لالا مريم هي هادي. المهم نكتفي بهذا القدر كما كيقولوا بالتلفازة المغربية نكتفي بهذا القدر. تيولين اوبتيك جامعين ما بين الفرنسي وما بين الشلحة تيولين هما العينين. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله. تحية ناس ديال أكادير الحقيقيين يلا مع العون.